كابتن عادل هارلاك، يمكن الشوط الاول خلانا نطمع شويه احنا حتى واحنا بنفرج بره. اللي حصل الشوط الثاني وخروج النتيجه 4-2 نتيجه غير متوقعه بره. واحنا في حاجه مهمه عايز اقول لك عليها يا كابتن. احنا يعني كتير قوي يعني بنتمنى ان احنا نبقى عندنا اداء كويس مع مكسب كويس، صح؟ انا بقول في نقطه اتمنى ان هي تدرس، يعني يدرسها كولر. ال 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 الاهداف اللي بتيجي فينا بكثره مع لعبك الكويس، ايه ليه؟ يعني انت في ماتش ريال مدريد اتخطفت بجنين اللي هم الاخرانيين اربعه، بوظوا شكل المباراه كلها، بوظوا شكل المباراه كلها. اي حد عملت مظبوط وانت مادي كويس النهارده الشوط الثاني، انت افضل من الفرقه التانية. انا ده من البدايه كنت منتظر من البداية. لا وانا بتكلم على الشوط الاهم، انا منتظر الثاني. انا منتظر ثلاثه ثم اربعه لينا محمد شريف انفراد، وانا عندي اعتراض على ان يعني قيمه الفرود الحقيقيه في الاوقات دي فقط. يعني انا بلوم محمد شريف فيها، يعني لازم تخلي بالك قوي يا محمد شريف انك انت كنت هتودينا حته تانية، كنا هنستلم الميدالية على طول. انا يعني بقول ايه، الفرود ده وقته، انا مدافع اشيل جون، لكن انت فرود دي شغلتك، وجات لك اسهل حاجه، ركز شويه ركز شويه علشان ما يحصلش. يعني شوف السيناريو ودانا لفين، وبعدين لازم شويه في يبقى في تقل، حتى لو ضيعنا وحتى لو عملنا لازم الوقفه. انا بحس انه في كر وفر كده يعني في الماتشين. خلينا نتكلم، ما هو الفرقه الكبيره لازم تعرف اخطائها ايه هي. اول خطا لينا احنا افضل اداء النهارده واداء مميز او مش مميز، ما بحبش حته مميز وانا خسران، واداء كويس مع ريال مدريد ويحصل لك النتيجه 4-4. انا في وجهه نظري او عندي انا يبقى في سر. ايه هو؟ هل انت يعني لما بتهاجم اللعيبه بياخدها الـ 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 يعني التاكتكس بيروح من دماغهم، وبعدين الوقفه الدفاعيه بتبقى غلط. ما اصله الجول لازم بيبقى فيه خطا طبعا، والخطا بيجي نتيجه عن انك انت مش مركز او مش مركز او مش واقف صح. عادل ده خطا مرتين في ريال مدريد والنهارده. ما انا بتكلم كده، يعني ايه السر انك انت تبقى كويس؟ يعني انت متفوق 100% في المباراه النهارده. انا منتظر، كنت بقول انا سمعت عاوز نتيجه عاليه، وانا كنت عايز كده، بس في حاله طرد، وفي زي ما انت قلت انفراد بدل ما يخليك 3-1. بس انا مش عايز احمل المسؤوليه لمحمد شريف. بنحمل يا كابتن. يعني لا بص يا كابتن، أنا ممكن احد يضيع، هو لازم يتعلم. يعني ولكن ايوه بالظبط، عادي مش بحمل مسؤوليه. هو لازم يتعلم بالظبط. هقول لك حاجه غلو تمن اللاعب بالحاجات دي، الغلو بيجي من دي. ايوه قيمه اللعب اصلا، غلو في السوق. ايوه قيمه السوق في اي حته، يعني اي لاعب في الدنيا اللي بينقذك. يعني تخيل انت مثلا نتيجه زي ديت، جون زي ده كان ممكن يوديك حته تانية، انت فاهم، وداك منطقه اخرى. انت مش هتلوم اللاعب 100% وخلاص، هو هيضيع وهيجيب وياما كسبنا وكسبنا في ماتش الزمالك. بس انت عاده في المنافسات القويه اللي زي دي جون بيفرق معاك، فرصه بتفرق معاك. انا ضيعها في اي وقت، لكن دي فرصه. لكن هنا السر في ايه؟ انك تبقى كويس ويدخل فيك كم الاهداف دي. ما هو ده لازم تتعلم منه. لا يبقى انت عندك فيه خلل. ايه هو الخلل؟ مثلا هل انت بتبالغ في الهجوم قوي مع الفرق الكبيره؟ يعني على سبيل المثال مثلا، تعال ناخدها، يعني هل انت بدات في الماتش بتاع اوكلاند سيتي والماتش اللي بعده سياتل بتلعب بثلاثة ديفندرات، وبتلعب مع ريال مدريد ومع فلمانجو باثنين ديفندرات؟ ما ممكن
لا رحت للجون وعملت يمكن بتعمل مجهود ازيد فبيخلي اللعيبه تجهد قوي فالتركيز يقل في الشوط الثاني، بدليل انك انت بتتخطف في اخر خمس دقائق وفي اخر عشر دقائق بيدخل فيك جون واثنين. انت فاهمني يا كابتن ايمن؟ يعني انت لازم تدرس الامور دي. ما احنا خلينا نتكلم بواقعيه علشان ومصداقيه في ايه، في حته ايه، في حته ان انت يعني تكتيكيا انت النادي الاهلي ما يدخلش فيك 8 جوان ان شاء الله لو بتلعب ريال مدريد وبرشلونه ومش عارف. لازم يدرس كولر، لازم يدرس اللي حصل ده. يعني لعبنا كويس وبيخلي اللعيبه توصل للجون واللعيبه وصلت للجون، وانا بقول ان دي كمان خبرات لعيبه. طب ما خبرات لعيبتك دي هي اللي كانت بتقف وهي اللي ما بتخلكش تعمل. بس كم الجري الكتير اللي بيحصل الشوط الاولاني، كم الجري الكتير اللي بيحصل الشوط الاولاني بيأديك انك انت يحصل معك بيأثر عليك. شوف يا كابتن، انا لو سألتك وقلت لك لو لعبت كويس قوي واتغلبت اربعه، ولو لعبت متوسط وقفلت تكتيكيا واتغلبت واحد او كسبت واحد، ايهما افضل؟ انا عايز اكسب طبعا. اللي عايز اكسب طبعا. عشان كده بقول لك الفرق الكبيره تعملش معاها ريسك، اوعى تعمل معاها ريسك. ريسك جري، ما هو في حاجات غير مرئيه في التدريب. ما هو انا معاك في دي، بس انا عايز اقول لك حاجه. يعني احنا لحد قبل السيناريو ما يتغير سيناريو المباراه، يعني في الدقيقه 67 انت احسن من الجيم، انت النهارده تكسب خمسه بكثير. ايه اللي بيحصل؟ في ظروف حصلت. ايوه ظروف غير طبيعيه، انك انت تلعب ناقص يتحسب عليك، تضيع بنالتي، تضيع انفراد من 2-1، تضيع بنالتي بالظبط. وده ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك. الحاجات دي بتيجي منين؟ اصل الحاجات دي جت في ماتشين ورا بعض. جت منين؟ جت منين؟ من وجهه نظري لما بخطا، ما دي اخطاء صح؟ مظبوط. لما بخطا بخطا عشان حاجتين، لا انا مش جاهز قوي، لا انا مجهد قوي، او اجهدت قوي مثلا. انا بكلمك في الجيم انت بتجهد قوي يعني، او في حاجه خرجتك بره الجيم زي ما الكابتن علاء قال لبعض اللاعبين. ما هو جوه الملعب، ما هو يا كابتن حتى دي بتيجي من اجهادك. طب وفي الاجهاد ده مش لازم يبقى فيه سبورت؟ بمعنى هو لازم يبقى فيه يعني تدعيم من الخارج للملعب جوه؟ طب ما انت شايف ان في اجهاد لازم يكون عندك دوافع اكتر انك انت. لا انا مش بتكلم على لا انا بتكلم يا كابتن على ايه؟ انا بتكلم على فكره انك انت يعني ما تبذلش مجهود كتير قوي في الشوط الاولاني، حتى لو هيجي على منظرك شويه. اصل الكوره مش طول الوقت انك تقعد تهاجم 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 تهاجم، انت فاهمني؟ ممكن تقف شويه وتتحفظ شويه عشان انت بتلعب فرق كبيره قوي، زي ما تحفظنا مع اوكلاند وتحفظنا مع سياتل. يعني انت تحفظت مع الاقل، انت فاهمني وجهه نظري؟ كان مش هيبقى في اخطاء كتير من دي، ولكن في الاخر النهارده انا افضل احسن. الشوط الثاني انا متسيده، وصلنا انا كنت بقول لك الفرقه مستنيه تكسب تخسر خمسه، ضيع منك الهدف، ضاع منك. وبعدين لما بيحصل واللي حصل، وبعدين مشكله اللي هو الطرد، ماشي اوكي بدلك ممكن يكون الحكم اخطا، دي حاجه، لكن حصل موقف زي ده لازم واقفه. هنا الخبرات، لازم اقف واهدأ. اللعيبه حتى كلها تهدى، الاخطاء بتيجي من النرفزه بتاعت اللعيبه جوه الملعب. اللعيب لازم يبقى عنده هدوء كده شويه. الحاجات دي كلها احنا عاوزين نستفاد منها بقى. نستفاد منها ازاي في اللي جاي؟ احنا عندنا بطوله افريقيا، عندنا مشكله كبيره. عندك بطوله افريقيا وعندك دوري، خلاص قفلنا على البطوله، هارد لك. نشوف بقى ايه الاسرار اللي بتحصل، ايه المواضيع المواقف اللي حصلت دي لازم نعالجها، ولازم تتعالج. برضو اللعيبه ادت مباريات جيده، حتى اللي خسروا فيها، حتى اللي خسروا فيها ادوا كويس، ولكن يخسروا بفعل بسيط يعني، ودي تضايقك. انا بتضايقني، انا شخصيا تضايقني ان انا اتغلب وانا ما استاهلش ان اتغلب. ايوه ده يضايقك اكتر من انك تبقى وحش. يعني انت ما كنتش وحش، بس انت بتتسرق. ليه بتتسرق بسرعه كده؟ لازم يتبحث في الامر ده. وعلشان عندنا
الهلال السوداني وعندنا ولسه هنشتغل بقى في الدوري وعندنا حاجات كتير وان شاء الله نعوض. وادينا الحمد لله يعني المنظر مش سيء قوي. انت بالعكس يعني انت اديت كويس، لكن النتيجه انا من وجهه نظري هي اللي مش حلوه انك تخسر. تقيله شويه يعني. لا انا 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 يمكن الاستوديو اللي فات في ناس فهمت غلط اللي انا قلته. ايوه اللي هو اللي انا قلت نتيجه كبيره عشان الاهلي كبير. عشان الاهلي كبير. ناس فهمتها غلط طبعا. الاهلي كبير بالعكس هو العكس. هو الاهلي كبير، الاهلي ما يتغلبش ارقام دي، لان النادي الاهلي من يعني اكبر نادي في قارته. صحيح. واكيد واكيد لما يدخل فيه اكتر من هدفين انا ازعل، انا لما بيتعادل النادي الاهلي بزعل. صحيح.